يعني في اجيال دلوقتي، ما هو ده نفس الفكره بقوله لك، في اجيال السوشيال ميديا بقوا عايزين يشوفوا نفسهم جوه المسلسلات الاعمال الدراميه. انت وجودك بقى في الاعمال دي انا بعتبرها زي صمام امان لعدم تجاوز الفكره، يعني مجرد ان انت عنوان ان هذا العمل يستحق المشاهده. فانا بشوف ان انت مش مادي اللي عليك في ان انت تبقى متواجد، اظهر. انا عايزه، عيب مش عيب ان انت فنان بحجمك تقول لهم انتوا في ايه يا اخوانا، انا عايزه امثل. لا هضحكك، هضحكك. قالوا لي ايه، قعدت افكر كده زي ما انت بتقولي، فقلت ايه، انا قالوا لي عايز نصايح بقى. يا جماعه طب انا عايز ارجع، انا عايز امثل يعني. فاقتراحات اللي اقترحت عليا ومن ناس لها يعني لها ثقه، يعني مش ناس من بره الحكايه، قالوا لي طارق اعمل لوك جديد. واعمل، قلت لهم ايه اللوك الجديد؟ قال لي يعني مثلا خلي كل ده ابيض وهنا ابيض، او ابيض في اسود، احلق اقرع، اعمل حاجه كده، واعمل فوتو سيشن ونزل الصور دي في قلب. قلت لهم ليه؟ قالوا لي عشان ترجع بقى باللوك الجديد. قلت لهم لوك جديد ايه يا جماعه؟ انتوا اللي بتقولوا الكلام ده بتفهموا في الشغلانه؟ في حاجه اسمها دور كاركتر، يعني شكلي الطبيعي ده حاجه، واللي انا حسب الدور. لو الدور عايزني ابقى ابو، انا مش سعيد اعمل ابو حسين فهمي، مفيش مشكله، قالب حفظ الالقاب طبعا، يعني اعمل لو واحد عندي 90 سنه 80 سنه مفيش مشكله، وابقى كله ابيض، الدور عايز كده. او اعمل دور مرحلتين، مره صغير وبعدين بيكبر، او اعمل دور مركب، او دور واحد عنده كفينا شر يعني كانسر، فحالي اقرع وارهاق وبتاع. الدور عايز ايه؟ في ستايلست هيقول لي البس ايه، وفي مكير هيقول لي اعمل ايه، وفي مخرج وفي مؤلف هنحط اطار للشخصيه ونعمل. اما في حياتي العاديه دي الشخصيه ابقى اي حاجه، ابقى زي ما انا، ابقى الشكل اللي انا عايزه، ابقى شكلي. وبعدين مساله تحولت لصور، يعني انا ممكن ابقى تيب كويس قوي وصوره أيوة حلوه، احنا لكن في مش زمن ممثل كويس. لا انت ممثل كويس، بس عشان ما اضحكش عليك، احنا في زمن الصوره، احنا في زمن اللي نصحوك باللوك الجديد يفرق. عارف انت حبيت الدقن البيضة وشعر ابيض، هيقول لك والله انا بالصدفه، ايه رايك انا بزبط الراجل ده مش موجود زيه كتير، ما هو طارد سوق ده ينفع ويشتغل في حاجات كتير جدا. لا لا لا. هنحطه الحبيب الكبير، هنحطه الاب الظريف اللي عنده مراهقين، هتعمل ادوار كتير. احنا في زمن الصوره، ما هو لازم بقى، لا لازم المخرج اللي عنده وعي ورؤيه وبتاع، عارف ده ممثل كويس يقدر يعمل ولا لا، فبالتالي اجيبه واطوعه للدور حسب الدور اللي عايزه. اعمل لي شكلك لا لا لا. كذا، لبسك كذا كده. ان انت بس تبقى مهاراتك ان انت ممثل كويس وتاريخ كويس وعندك يعني شغف وحنين واداء وكل الحاجات دي، ما بقتش هي بس، او هي دي مش كفايه، ممكن ما يبقاش عندك ولا حاجه من دول، بس في معايير تانية بقت بتفرض نفسها دلوقتي. فالمرونه ان انا ابقى فاهم انا فين، واخد واتعامل اتكيف مع العصر اللي انا رافضه، او الادوات الجديده، او التفكير الجديد، او الحاجات المفردات الجديده اللي مفروضه، واخد موقف منها، هفضل واخد موقف منها. والافكار التانيه بتاعت غير اللوك تواجد في الاماكن اللي هم بيقعدوا فيها المخرجين، في كافيهات كده ومطاعم بيقعدوا فيها المخرجين. ما هو اللي بعيد عن العين بعيد عن القلب. طب انا الاماكن ما بحبهاش، مش عايز اقعد فيها، يعني ما اناش مجبر اقعد فيها ليه يعني؟ او مثلا مش عارف اكلم، طب اكلم فلان مش صاحبي مش صديقي، طب هو ما بيكلمنيش ليه يعني؟ انا اكلمه طب يعني؟ لا في حاجات كده انا ملهاش علاقة يا جماعة بالفن النفس. وباللي احنا عايزينه. هي عايزة النفس والكرامة انت واخدها في الحاجة في التانية الطريقة. حتى اللي انت قلتي جملة مهمة قوي في مفيدة، لما بتقولي لي الأجيال الجديدة بتاعت السوشيال ميديا عايزة تشوف نفسها، عايزة تشوف نفسها. أنا على، وده على فكرة يدخل تحت بند تاني بيقولوه حرية الإبداع، إن أنا مش لازم أفرض على المبدع وعلى المؤلف شكل معين من الدراما لازم يقدمه. بالظبط. اطلاقا انا مش ضد حريه الابداع، اعملوا كوميديا، تراجيديا، سسبنس، اكشن، اعملوا اي شكل من اشكال الدراما، بس كلنا لازم نسال نفسنا احنا بنعمل ده ليه؟ هنقول ايه للناس؟ محدش يقول لي للانترتينمنت او التسليه او فن للفن، ده يجوز في اي مجتمع تاني، في اي بلد تانيه، في اي ظروف تانيه، لكن بلد باللي انا حكيته ده عنها ومن المرحله دي لا ما ينفعش خالص، لازم يبقى نسال نفسنا ليه؟ وطول عمر اي مبدع في الدنيا عنده الحلول اللي هي تحقق المعادله الصعبه دي، ان انا اقدم الفكر زائد المتعه في نفس الوقت.